بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم جبت لكم وحدة عراقية وشرطاوية أصيلة. طبعا ما حد يدري بيها شجع الشرطة. اليوم ويانا ديار الحلوة الشرطاوية. تحياتي لك استاذ، وتحياتي لنادي الشرطة واللاعبين نادي الشرطة والكادر الإداري والكادر التدريبي، وإن شاء الله السنة نريد الدوري الثالث على التوالي من عندكم. سمعتوا؟ ونريد الكاس. وأحب أوجه تحية حب واحترام للجميع. فدوى لقلبك. انت ليش تحبين نادي الشرطه؟ لان نادي عراقي. لا لا، اول على العراقي، الاول على العراقي، نادينا الاول على العراق، مو صحيح؟ شو توجهين رساله للاعبي نادي الشرطه؟ ان شاء الله يوفقكم بكل خطوه تخطونها وبالمنتخباتكم ان شاء الله وبالنادي، وان شاء الله راح تقدرون السنه تحققون الدوري الثالث على التوالي، يعني ما بيها مجال. والكاس ان شاء الله همين. ان شاء الله هم وياه. زين، سؤال، من اللاعبين تحبيه؟ من الشرطة؟ اي، من اللاعبين مثلا، اكثر لاعبين. انت بساعة قلتي لأحمد باسل. اي. وعلى عبد الزهرة، بسام شاكر. اي. وبعد من وين؟ محمود المواس. زين، ليش تحبين محمود المواس؟ لأن سوري، أنا أحب السوريين. ولأن هو لاعب متمكن. زين، فهد اليوسف هم سوري، ليش ما تحبينه؟ هم لاعب عندنا وجوكر. بس هو محمود المواس محظوظ يعني. هاي بخت المواس، مو؟ بعد هو لاعب متمكن و ايه. والعام الاول عام هو كان الهداف. هداف دور. صحيح، اول عام صحيح. ايه اي، فاحبه كلش احبه. ولين شان المواس سمعت؟ ولين شفت له موقف انساني ببرنامج اول حلم ويا طفل، فكلش كبر بعيني والله هواي. في ذول قلبك. لاعبي نادي الشرطة تشوفون ديار الحلوة شرطاوية وتريد من عندكم الدوري، فإن شاء الله. طبعا أحب أوجه شكر للكابتن يوسف الأمين على هذا موقفه ومن طه الدريس، يعني موقف مشرف بصراحة يعني. وأتمنى من كل لاعبين المنتخب وحتى لاعبين نادي الشرطة أن يشوفون ديار موجودة بأنه ينتبهوا لها وينطوها قطعة الدريس، ولو أنا راح أترسج دريسات مع الشرطة، يعني ماكو قطعة ما راح أجيب لك إياها. تمام؟ وإن شاء الله قل لهم أريد الدورة منكم. لا إن شاء الله هم كفوا يجيبونه. أنت شلون؟ هم كفوا يجيبونه. يجيبوه؟ إيه؟ هذا وسمعته؟ إذا ما جبتوه بعد يزعلون علي، مو عليكم. أها. لأن أنا طيت الحكاية. إن شاء الله. يلا حبيبتي. هاي من أرض البصرة طبعاً، الديار بصراوية. ووردة، وردة هي أم أهل البصرة، كلهم طيبين ووردات. يلا حبيبتي.